النهارده اول فيديو لينا هنتكلم فيه عن النيوترينتس اللي هي المغذيات، وبتنقسم الى جزئين، في الماكرو نيوترينتس اللي هي المغذيات الكبرى، وفي المايكرو نيوترينتس اللي هي المغذيات الصغرى او الدقيقه. الماكرو نيوترينتس دي اللي هي زي الكربوهيدرات والبروتينز والفاتس، دي بتمد الجسم بطاقه او كالوريز، وليها برضو فوائد تانية كتير هنتكلم فيها بعدين. الحاجه التانية هي المايكرو نيوترينتس اللي هي المغذيات الدقيقه، دي بيحتاجها الجسم بكميات قليله جدا، بس هي زي الفيتامينز وزي المعادن. فايدتها ايه؟ ان هي بتحسن صحه الجسم كله عامه، المناعه، وبتحسن الاداء بتاع اجهزه الجسم الحيويه، وبتحسن الجلد، وحاجات برضو تانية كتير هنتكلم عليها بعدين. ده كان اول فيديو لينا، وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه بالتفصيل عن كل حاجه فيهم، زي الكربوهيدرات والبروتينز والفاتس، كل حاجه هنتكلم فيها من فوائد ولما بيزيد عن حدها بيحصل ايه وكل الكلام ده. وان شاء الله اشوفكم المره الجايه.